مرحبا بكم معنا في موضوع تعريف النبات. اليوم عندنا نبات زينة، بيضة الشعر البيضة أو كورليسوس سكوتلاريدوس، تعرف باسم كوليوس، اسم انجليزي طبعا. اسم العربي تعرف باسم البيضة او الشعر. نوع نباتي من نباتات المزرعة يتبع جنس البيضة من فصيلة شفوية، تنمو عادة الى ارتفاع 60 الى 70 80 سنتيمتر، وهي كثيفة دائمة الخضرة معمرة ذات قاعدة خشبية، تزرع على نطاق واسع، الأوراق المتنوعة المزخرفة. بيانات معرفة النبات طبعا شارل لويس ليركي جودو بورتول عام 1788 ميلادية. الموطن والانتشار، طبعا تنمو النباتات بطول يتراوح بين 60 الى 75 60 الى 80 سنتم، وكثيفة دائمة الخضرة. موطنها الاصلي جنوب شرق اسيا الى استراليا وارخبيل بسمارك وبرينو وكمبوديا وجنوب شرق الصين وجاوة ولاوس وجزر سوندا الصغرى وشبه جزيرة ماليزيا وملاكو ومينمار ونانسي شوتو وغينيا الجديدة وإقليم الشمالي والفلبين وكوينزلاند وجزر سليمان والسولاريزي وسومطرة وتايوان وتايلاند وفيتنام وغرب أستراليا. يزرع في جميع أنحاء العالم نبات زينة. في معلومات الرعاية والزراعة والتكاثر والأمراض طبعا تجدون الرابط أسفل الفيديو لمزيد من المعلومات. تم الإبلاغ عن بيدة الشعر البيدة تحت اسم كوليوس بلومي لها أثار استرخاء وهلوسة عند تناولها. لم يتم استكشاف آثار النبات علميا بالتفصيل كبير. معروف أن النبات استخدمه هنود مازيتيك في جنوب المكسيك لتأثير تأثيراته التي تغير العقل. لا تنسوا الاشتراك وعمل لايك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، والسلام.